البحثات وتوزيعها لا ترقى أبدا إلى طموحات أبناء وبنات البحرين في تحقيق مستقبل مشرف وآمن. هناك تمييز في البعثات، هناك أفضلية في البعثات، هناك يعني محاربة للمتفوقين لدوافع، وللأسف أقولها، ونوازع فئوية، وحرام أن نجرم في حق أبنائنا وبناتنا بسبب عقليات مريضة أو بعض العقليات المريضة التي تحاول أن تحرم أبنائنا وبناتهم من فرصهم في بناء مستقبلهم وتحرم البلد من هذه الكفاءات. أعتقد هذا الأمر يجب أن يتوقف، وطالبنا مرارا أن يتدخل سمو ولي العهد والقيادة السياسية التي لا ترضى بذلك. أيضا ممارسات تمييز حتما لا نرضى عنها، لا ترضى عنها القيادة السياسية ولا ويرفضها شعب البحرين من أقصاه إلى أقصاه. المعلم البحريني للأسف يأتي في ذيل اهتمامات الوزارة، وهناك فوضى في التوظيف والاختبارات وتغييب متعمد للكفاءات لحسابات مرفوضة، ليس بعيدا عنها الحسابات الفئوية، وفوق ذلك هناك استجلاب لمدرسين